يا حسنين كويس انك جيت. تعال يا ريس اقعد احكي لي عملت ايه. للاسف قلبنا عليه الدنيا في الصمل حوداب. احنا لو ما رجعناش بالفيديو ده شريف باشا هودينا كلنا ورا الشمس. طب اهدى بس يا بابا اهدى كده وانا هتكلم معاه واحاول تاني. حاول تاني اذا كان ابوه نفسه ما قدرش عليه. اقول لك يا كريم الحكايه دي تطير فيها رقاب. انا مش هقف اتفرج على عيل اهبل واسكت. صاحبك بيلعب في عداد عمر. ايه ده يعني ايه بس يا بابا؟ ايه الكلام ده؟ وانت ممكن تعمل حاجه في تيمور؟ فاكر ان انا هسيب كل اللي انا بنيته يتهد عشان عيل بيهددني انه يفضحني ويفضح اللي حواليا؟ فاهم انه كده بقى راجل؟ ده ما يسواش في سوق الرجاله ساغ، فاهم؟